يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبوك غدا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء سيخصص لدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بقطاعي العدالة والتعليم العالي. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أنه يترأس السيد عبد المجيد تبو رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الأحد 31 أكتوبر 2021 اجتماعا لمجلس الوزراء. وأوضح البيان أن الاجتماع سيخصص لدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بقطاعي العدالة والتعليم العالي والبحث العلمي، كما يتناول مسائل ذات الصلة بالاهتمامات اليومية للمواطن.